السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طابة جميع متابعينا الكرام لكل يوم التحق بنا مؤخرا. متابعينا الكرام، عندنا تسريب خطير جدا، تسريب صوتي منسوب لأحد قيادات مرتزقة البوليزاريو اللي هو مصطفى البشير مصطفى السيد، اللي كتعتبر أحد قيادات الأجنحة المتصارعة الآن على من سوف يخلف بالبطوش. هذا الموضوع سبق وتطرقنا إليه في فيديوهات سابقة. التسريبات الصوتية متابعينا الكرام اللي غادي نديعوها الآن هي سربت من داخل أحد الاجتماعات ديال مرتزقة البوليزاريو اللي كحضروا فيها لما يسمى بالمؤتمر 16 لمرتزقة البوليزاريو، اللي فيه غادي تحدد مصير بن بطوش. وفي هذا المؤتمر هناك صراعات وتقاتلات وانشقاقات داخل المرتزقة حول من سوف يظفر بزعامة هذا التنظيم الإرهابي. متابعينا الكرام، هذه التسريبات اللي غادي نسمعوها الآن أنا أعتبرها أكبر دليل على أن مرتزقة البوليزاريو انتهوا، على أن مرتزقة البوليزاريو أكرر انتهوا، ما بقى عندهم والو، ما بقى عندهم ما يزيدوا. وغادي نشوفوا الاعتراف من هاد خونا هذا اللي سميتو البشير مصطفى السيد، وهو يعترف بأن المغرب سحقهم، المغرب سحقهم. هاد المسائل غادي نشوفوها في التسريبات الصوتية متابعينا الكرام. أنا غادي نركز على جوج نقاط. النقطة اللي كاعترف بها بأن المغرب قام بسحقهم من جميع النواحي، والنقطة الثانية والخطيرة والتي تؤشر على أن مرتزقة البوليزاريو ما بقى فيهم حتى شي حد، كل شيء تبندر، اللي حاول يدخل المنطقة العازلة تبندر، وبقوا فقط النساء ديال مرتزقة البوليزاريو. لأن في هذه السجلات الصوتية متابعينا الكرام غادي تسمعوا مشادات ما بين النساء، اسمعوا مزيان، ما بين النساء المناصرين لهذا خونا هذا اللي سميتو البشير مصطفى السيد، وما بين النساء المناصرين لابراهيم غالي لبن بطوش. هذا ما معناه متابعينا الكرام على ان ما بقاوش عندهم الرجال، كل شيء تبندر، سالينا معاهم عامين ديال التبندير، عامين ديال الطائرات والعصافير المسيره كيصطادوا فيهم، ما بقى فيهم والو، بقاو فيهم فقط النساء. غادي نسمعوا لها التصريحات متابعينا الكرام، او هاد التسريبات عفوا، التسريبات الصوتيه. وبالمناسبه هاد الاجتماعات كان من المحظور على انهم يدخلوا الهواتف، وعلى انهم يدخلوا يعني، او ان هاد الاجتماعات تصور ولا توثق، ومع ذلك خرجوا تسريبات صوتيه. غادي نسمعوا متابعينا الكرام وغادي نرجع لكم من بعد. والملاحظه الاولى جايبها مني عودان عنه تقرير اللجنة التحضيرية اللي جاب لكم المراحل اللي مرت منها عملية النقاشات، جات عاقب رسالة الأمانة الوطنية، ولعل تعود للسات مقاصد ذيك الرسالة. والله معناها لعل تعود للسات فيها، لعل تعود شوشت عليها، باغي نقول مقاصد ذيك الرسالة. اوكي، هذا الجزء الاول من التسريبات متابعينا الكرام. كيف ما سمعتوا، هذا البشير مصطفى السيد كيتكلم، كيضرب هنا في ابراهيم غالي، يعني كينتقد في ابراهيم غالي، كيضرب فيه لانه باغي يطيحه من زعامه التنظيم البوليزاريو الارهابي باش هو يولي بلاصتو. اللي غادي تسمعوا الان متابعينا الكرام وهما النساء ديال ابراهيم غالي داخل هذا الاجتماع، هذا ناضوا بداو كيغوتوا، ناضوا بداو كيغوتوا على هذا الكلام اللي قالوا البشير مصطفى السيد. وغادي تسمعوا الان متابعي الكرام، سمعوا مزيان. مقاصد ذيك الرساله، سمعوا مزيان، نعاود لكم الاذن. مقاصد ذيك الرساله، هضروا النساء ديال ابراهيم غالي كيغوتوا. على كل، نعاود لكم للمرة الثالثة وغادي نمشيو للتسريب الآخر. مقاصد ذيك الرسالة، ناضوا كيغوتوا في الخلف ونوضين الحيحة والروينة. على كل، الاجتماعات ديال المرتزقة الأخيرة كاملة نايضة فيها الفوضى. الآن غادي نمشيو للتسريب الثاني. هذا التسريب كيعترف فيه هاد خونا هذا بأن المغرب سحقهم ماديا معنويا رمزيا، كيف ما هاد المصطلحات هو اللي استخدمها. غادي تسمعوا الآن متابعينا الكرام. حاربنا وصراعنا مع العدو حالا، وضعنا احنا وضعه هنا، العدو كيقصد بها المغرب،
العدو كيقصد بها المغرب، هنا كتحدث على المغرب. لكن ماذا ما يتناقش ان شاء الله وسط لجاكم هذه ما يرتو يغيب عنكم ولا يرتو يصرف نظركم ولا يرتو يحرف اهتمامكم ذيك ذاك الخلاف ذيك النقاط اكبر منه واعظم منه ذي المهام اللي مطروحه علينا مباشره على المؤتمر. والمؤتمر هو اعداد نفسي واعداد معنوي وتجهيز اسمع مزيان النساء ديال دخونا هذا ناضوا كيزغرسوا غير باش تعرفوا بان البوليزاريو ما بقاوش فيها الرجال، كلشي سبندر بقاو فقط النساء. انتما كتسمعوا الزغارت، وفي التسريب السابق سمعتوا النساء ديال ابراهيم غالي ناضوا كي 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 كيغوتوا على دخونا هذا باش يسكت. وكملوا التسجيل. المعنويه والتفوق فيها ياك نواجهوا هذا التفوق المادي والنفسي والرمزي لواقع. سمعتوا كيعترف بان المغرب متفوق ماديا معنويا ورمزيا. يعني شنو المعنى ديال هادشي؟ المعنى ديال هادشي انه تم سحقكم. الان الخلافات اللي كاينه بيناتكم، هاد الشقاقات اللي كاينه بيناتكم، خلاتكم على انكم تعترفوا، خلاتكم على انكم تعترفوا باش انكم تضربوا في بعضياتكم. وحنا هادشي اللي بغينا، هاد الكلام حنا راه كنا كنقولوه شحال هادي، وانتم عارفين بانكم واكلين العصا، ولكن كتبيعوا الوهم للمناصرين ديال المرتزقه وبطبيعه الحال للبصبعيين، الاقصاف ما الاقصاف وما عرفت شنو الخزعبلات وكذا وكذا وكذا، في حين انكم تبندرتوا جميع المرتزقه ديالكم تقريبا، تبندروا جميع القياديين الميدانيين ديالكم تبندروا، والان بقاو النساء والزغاريس ديالهم. كاين واحد المجموعه ديال النساء مرتزقه البوليزاريو كيزغرتوا لابراهيم غالي، والجزء الاخر كيزغرتوا ل هاد خونا هذا اللي سميتو بشير مصطفى السيد. غادي نعاود لكم متابعينا الكرام وسمعوا مزيان، قال تفوق مادي معنوي رمزي، هذه المصطلحات ديالهم هما اللي استخدموها. والتفوق فيها ياك نواجهوا هذا التفوق المادي والنفسي والرمزي لواقع حاله. دابا هذا شنو باغي يدير من خلال هاد المداخله اللي قال؟ اولا كيبغي يقول على ان باش يضرب ابراهيم غالي بن بطوش، كيبغي يقول على انه هو السبب في الهزيمه امام المغرب، وكيبغي على انه يصور راسو باللي هو المنقذ ديال المرتزقه. هو الان كيعترف بان المرتزقه في الحضيض، وهادشي كاملين حنا عارفينه. المرتزقه وصلوا لواحد الدرجه ديال الموت السريري، مازال كيستنزفوا في الخزينه ديال نظام الفقر، ونظام الفقر كيحاول ينقذ هاد المرتزقه ولكن بدون جدوى. فهاد خونا هذا كيحاول على انه يصور راسو كانه المنقذ ديال المرتزقه، فكيقول لهم زعما راه هو اللي غادي يواجه هذا التفوق المعنوي والمادي والرمزي ديال المغرب، في حين على انك لا تختلف على بالبطوش، تجي انت ولا يجي غيرك ولا يجي شنقريحه ولا يجي شكون ما كان، التبندير يعني التبندير بالعصافير المسيره، وما غادي نخسروا عليكم حتى شي جهد. و هاد الحالة اللي وصلتوا ليها الآن ديال أن هاد خونا هذا وبن بطوش عندهم واحد الجروب، الأخو الجروب ديالو ديال نسا وهذا الجروب ديالو ديال نسا، وكيتعايروا مع بعضياتهم. هادشي اللي واقع الآن، هادشي اللي واقع الآن، واللي كيبين متابعينا الكرام على أن المرتزقة فعلا وصلوا ل يعني المستوى أو وصلوا للموت السريري. متابعينا الكرام أراكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.